صورة جميلة قوي، وكمان طلع سلم علينا كلنا ومشي كده. يا انا مسك ايديك. ايوه طب لا بس انت خدت مصلحه كبيره قوي يا ابا. اه كنت اقول حاجه. اه انا حافظها كويس قوي. اه لو كنت فظ خريص القلب لن تضوا من حولك. مظبوط يا صديق الله العظيم. ايه اللي في فخامه الرئيس بيفرح بفرحنا وبيزعل لبكائنا. الله هو زي بابانا يعني. النظرة اللي كانت في عينيه ديت كان كلها حب وحنان. وجي لما في الاخر قال فين ولادي اللي انا دايما يعني دايما بيقفوا حواليا. يعني هو بجد بابانا وبيحبنا واحنا بنحبه اكتر يعني. واب الروح برضو يعني هو حنين جدا علينا. واي طلب يعني مثلا اي حد طلب هو يعني الراجل نفذ كتر خيره. وحتى لما الطلب ان هو يطلع ويتصور معانا طلع ويتصور معانا ويسلم علينا واحد واحد. وكانت يعني كان بجد كانت حاجه جميله. سلم عليك انت الاخر انت كمان. اه طبعا بس انت خدت بقول لك المصلحه الكبيره. مصلحه وايه مصلحه يا سيدي؟ صح ده انت قلت عايز العب في النادي الاهلي في 3 ثواني كان الموضوع خلص. ايوه 3 ثواني. اه